كريستيل كانت في الصراع دائم مع الكيلوات والوزن الزايد والمشتركين. خلونا نتابع أجمل لحظات كريستيل هذا الموسم مع المشتركين وكيف مرت عليهم وكيف قاست معهم. إذا برجع بتطلع على أول حلقة أو أول ما بلشنا كانوا كتير كتار بعد ما بعرفون ولا بيعرفوني شوي مستحيين بركة أنا كمان شوي بأول صف بسألهم أسئلة ما كتير بجاوبوا ما كتير بعد فاتين بالجو مؤشر كتلة الجسم ها أول شغلة لازم تعرفوها وزنها 55 كيلو وطولها متر و58 قديت لي عنا الحساب هيدا الميزان طلعت عليه كلكون هذا بخلينا نعرف تركيبة الجسم حسيت إيف قدامنا كتير مشوار طويل كيف رح تتحسن الأوضاع بس لأ كان مش الحال يعني من صف لصف تاني كانت عم تصير السيتياشون أزبط شو واثق بحقله شو قلبه الدهرة على الجنينة كنا عم نحكي عن الخضرة والفواكه في كتير لحظات يعني بقت لي مرسخة في دهني رحنا على جنينة هكذا فيها خضروات فيها كل شيء يعني استفدنا كتير كمان منها الدهرة على السوبر ماركت تنشوف شو رح ينقوا أو ما ينقوا احنا جينا هنا عشان ايه؟ نجيب حاجات ناقصانا نجيب إيه حاجات لا 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 خلوكم محترمين حاجات ناقصانا بس حاجات صحية من الذكريات رحت على سوبر ماركت وكنت انا والمشتركين بس مش انا لحالي نفس السنه يعني كل واحد نفسه بحاجه يشتي ياخدها اكيد كريستال لو كانت جت النهارده كانتش اتبسطت ابدا هذا كل ما يشوف دجاج يسوي صحي الدهره على الروتستر بالمطعم كمان تا يعرفوا شو بدهم ينقوا بالمطاعم وصلنا لمرحله خلاص يعني لو الكاميرا مش معانا كان بيقع حاجات كبيره بس كنا متقيدين ان كل حاجه صوت وصوره بتوثق يعني صعب يعني هدول القصص حسيت اكثر شيء الواحد بيتعلم فيها هن كانوا عم بيقطعوا اكيد بمراحل كثير صعبه فهدول الدهرات كانت كثير عم بتساعدهم لانه بذات الوقت عم بيتعلموا قصص جديده بس من دون ما يحسوا يعني عم بيموهوا عن بركه التعب والمشاكل والغنى ابوس رجلك اكيد انا اكلت قبل ما نجي الله يستر اذا ما نزل 10 كيلو كذا حاضرة شيزان زاروني بالعيادة بنيو ميديكال سنتر وكنت عم بقدر اقعد مع كل شخص لحاله شوف شو كان عم بحب شو ما بحب شو هن بركي الاهداف تبعولن مثلا نجيب لو سمحت حس حالك دعفان عم تاكل شيء والله العظيم هذا اوكي لا دعفان نجيب دعفان 4 كيلو مزبوط عنده مشوار كثير طويل بس بالنسبه لإلي قطع كثير وصلت لمرحله خلاص الاكل ما عاد افكرش فيه يعني حتى البوكس اللي يجي الاكل المخصص لي يبقى منه اوكي يلا صار فيك تنزلي دعفان كيلو ونص أسمى كمان الأكثر شيء انبسطت هو وقتها شافت حالها بأول أمسية وهلأ كيف تغيرت استفدت بزاف وأكيد كنشكر كريستيل بما أنه كنت عم تتمنى أنه يزيد العدل تبعولك زادوا أوكي زادوا كيلو ونص داني كان شوي من الصعب إذا شيء نغير له تفكيره لأنه بالنسبة له ما عنده وزن حتى يخسر أكثر شيء رح نشتاقه بكريستال هو الأوكي فينا نكون عم ناكل أوكي وحدات حرارية كتير منيح صلحت لكم الفحص اللي عملناه هديك الجمعة أوكي هذا كان درسنا أوكي دائما نقولها أوكي بس خل كل كلمة معها أوكي كل كلمة معها أوكي إذا بدي أنهي بجملة فيني أقول إنه إذا بتطلع على ورا ولهلأ لوين وصلنا ما فيني أقول غير إنه المشتركين عن جد رسموا لي بسمة على وجهي بتمنى لهم كل التوفيق إن كان بالغنى إن كان مسيرتهم الفنية أو حتى بحياتهم اليومية عن جد بقول لهم من كل قلبي مرسي على كل شيء
واستفدت منك الكثير، وكنشكرك بزاف بزاف بزاف، وكنحبك. راح اشتغلك كثير دكتورة كريستال. حسيت واحدة كانت هيك نصحاش، هي طلعت منها واحدة ثانية. قولها انه احنا نحبك هواية، ونتمنى دائما تكونين ويانا، وخصوصا بالمطعم. وبعد هذه الجولة الشاملة مشاهدينا، موعدنا إن شاء الله باكر يتجدد معكم في حلقة جديدة من يوميات نجم الخليج. لكن لا تنسون تصوتون لمشترككم المفضل، ولا تنسون تتابعونا وتتواصلون معنا عن طريق صفحة الفيسبوك. شكرا لمتابعتكم، حياكم الله.